بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في مواصلة لسلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، ويسر أن يكون معنا الباحث ياسر أحمد إدريس، مدير معهد أبحاث الفضاء والطيران بالمركز القومي للبحوث، عنده ماجستير في هندسة الإلكترونيات والشبكات من جامعة النيلين، كذلك بكالوريوس في الاتصالات من جامعة النيلين نفسها، وعنده عدد من المنشورات. إخواننا اللقاء ده بيجي اليوم ونحن في حالة بتاعت يعني حزن وحداد على المجزرة اللي تمت أمس في دارفور، وراح ضحيتها أبرياء يعني غير مسلحين، ودي يعني تواصل لمجازر كثيرة جدا في أحد الحكومة التي مفترض أنها تعمل السلام والحرية والعدالة. فنحن بنطالب وبندين وبنسجي بأقوى العبارات الحاصل ده، ولازم تتحقق العدالة، يعني لازم يقدم الجناح للعدالة بحيث أنه لا تتكرر القتل المجاني وإهدار أرواح السودانيين العزيزة والشهداء يعني عبثا. فأنا آسف، لابد كان من أنه تثبيت صوت الإدانة والشج، ونبدأ اللقاء. أستاذ ياسر مرحب بك، تفضل. السلام عليكم دكتور أنور دفع الله، أحييك وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، نكون في معيتك، وعبرك أحيي السادة المتابعين عبر صفحة مجموعة الباحثين السودانيين، وكذلك المتابعين عبر صفحة المركز الرومي للبحوث، والذين سوف يحضروا لاحقا هذا اللقاء عبر يوتيوب. نتمنى إن شاء الله نقدم لقاء وتنوير عن محل أبحاث الفضاء والطيران، كذلك لا يفوتني أن أترحم على شهداء بورنو بالأمس وأول أمس، وكذلك شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ابتداء من الثورة وقبل سقوط النظام، وكذلك ضحايا الفتن القبلية التي حدثت في شرق السودان وفي جنوب كردفان وفي دارفور وحتى الآن هي متواصلة. نتمنى إن شاء الله من حكومة الثورة تستطيع أن توقف هذا النزيف، وإن شاء الله ربنا يحفظ السودان ويحفظ العباد ويحفظ البلاد بإذن الله. نعم، هتبدأ البرزنتيشن مش كده؟ أي هنبدأ البرزنتيشن. نعم. في البداية، ما حد بحث الفضاء والطيران إسراء، يعني في ناس طبعا بيستغربوا في اسم إسراء، وهو ناتج من اسم الاختصار باللغة الإنجليزية Institute of Space Research and Aerospace. ما حد بحث الفضاء والطيران هو يعني ما حد ناشئ أو ما حد يعني جديد وسط المركز القومي للبحوث. تاريخ أو أنشئ ما حد بحث الفضاء والطيران لقرار من رئاسة وزارة العلوم والاتصالات في أحد المعاهد والهيئات التابعة للمركز القومي للبحوث. تم تأسيس المعهد وانطلاق نشاطه بالضبط في 27 رجب 1434 اللي توافق يوم 6 يونيو 2013، والغرض الأساسي بهدف توطين البحث والتطوير في مختلف مجالات وعلوم وتقنيات الفضاء والطيران في السودان. فعليا الباحثين ومساعدي الباحثين بدأوا في المعهد في أكتوبر 2014. طبعا أغلب الباحثين ومساعدي الباحثين بالمعهد هم فريش جراديويت يعني، وأول مدير للمعهد من المؤسسين هو دكتور مؤتمر ميرغني، ودي كانت البداية في أكتوبر 2014. المشاريع البحثية فعليا بدأت في 2015. يقع المبنى الإداري للمعهد ومن المركز القومي للبحوث بشارع محمد مجيد بالخرطوم، وفي أقسام أخرى تابعة للمعهد بتكون في مبنى مجاور للمجمع بتاع المركز في 61. أيضا يواصل المعهد تأسيس وحدات أخرى في المستقبل القريب، مثل المعامل والوراش ومحطات الاستقبال الفضائي والمراصد الفلكية ومراكز التدريب ومنتديات الهواء للطلاب. كما يعمل المعهد على تشجيع
إقامة مراكز بحثية بالجامعات والكليات والمعاهد العليا والهيئات في مجالات القضاء والفلك وهندسة الطيران بالتعاون مع إدارة تلك المؤسسات. يعني الفهم كان إنه بعد ما تم إنشاء المعهد إنه المعهد بيكون عنده زي نظام وحدات بحثية في الجامعات، يعني ذات التخصص مثلا سواء كان في الهندسة أو الفلك أو الحاسوب أو هكذا. رسالة المعهد، يعمل المعهد على الاستفادة من الكوادر البحثية والأكاديمية والهندسية السودانية داخل وخارج السودان بغرض ترسيخ علوم الفضاء وهندسة الطيران والمركبات الفضائية والمستشعرات وتطوير أنظمة متكاملة بالجهد المحلي والشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة. كما يعمل المعهد على نشر الوعي بعلوم الفضاء والطيران وتأهيل الباحثين والمهندسين والمتقنين السودانيين من داخل المعهد وخارجه، وكذلك العمل على إدخال وتطوير المناهج الدراسية للجامعات والمعاهد السودانية في مجالات علوم الفضاء والطيران. الهدف الاستراتيجي للمعهد هو أن يصبح المعهد معهد بحث الفضاء والطيران، المعهد البحثي، المعهد البحثي الرائد في علوم الفضاء وهندسة الطيران، ومرجعا أساسيا للنشاطات البحثية العلمية والتقنية في مجالات الفضاء في السودان، ونوى لوكالة الفضاء السودانية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. طيب نشوف الأهداف العامة للمعهد، اللي هو نقل وتوطين تقنيات الفضاء وهندسة الطيران بالبلاد، التنسيق مع المراكز البحثية والجامعات في مجالات الفضاء والطيران، كذلك تطوير التطبيقات في مجالات محطات الاستخبار الأرضية والأقمار الاصطناعية وتقنيات الطيران والمركبات الجوية والرصد الفلكي، تنفيذ مشاريع في المجالات المتعلقة بعلوم الفضاء والطيران لتفعيل التعاون مع الجهات الأخرى عن طريق تنفيذ برامج مشتركة، إنشاء قواعد بيانات وطنية في مجالات علوم الفضاء والطيران بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كذلك تقديم الاستشارات الفنية والعلمية المختلفة في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات المعهد. في النقطة دي حقيقة شوية، يعني قبل فترة، قبل في أواخر العام 2019، الناس بتكون سمعت بإطلاق قمر صناعي سوسات 1 اللي هو يتبع لمنظمة الصناعات الدفاعية، ودكتور مؤتمر ميرغني كان مشارك كجهة أو كمستشار اللي هو يتبع لمعهد حاصل الفضاء. برضو عندنا من ضمن الأهداف اقتراح السياسات العلمية والتقنية في إطار السياسة العامة للدولة. الوسائل اللي هو توفير البيئة الملائمة للبحث في مجالات الفضاء والطيران، كذلك استقطاب الكفاءات والكوادر السودانية المؤهلة من الباحثين والمهندسين، إنشاء المعامل والورش اللازمة للبحث والتطوير، توفير قواعد البيانات والكتب والمطبوعات والدوريات، توفير برامج الحاسوب المتقدمة والأجهزة الهندسية النادرة، التدريب والتأهيل المستمر للباحثين داخليا وخارجيا، إقامة المؤتمرات والسيمينارات والورش العلمية، التعاون مع المؤسسات والشركات والجامعات بالداخل والخارج لإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات الفضاء والطيران، تأسيس موقع على الشبكة الدولية للمعهد وإصدار مجلة دورية تعنى بأبحاث الفضاء والطيران، كذلك رعاية وتشجيع المبدعين من المهندسين والتقنيين والهواة. مجالات وأنشطة المعهد: الأقمار الاصطناعية، علوم مهندسة الطيران، نظم المحطات الأرضية، علوم الفلك وفيزياء الفضاء، نظم المنصات عالية الارتفاع، كذلك نظم الملاحة الجوية والفضائية، تصميم المركبات الجوية والفضائية، الرادار والليزر ومدسات الاستشعار، محطات الرصد الفلكي والتلسكوبات، أيضا نظم الاتصالات الفضائية الرقمية المتطورة، تصميم برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، كذلك نظم الطاقة البديلة وتخزينها للمركبات المختلفة، تصميم برامج الحاسوب المرتبطة بالفضاء والطيران. هيكل المعهد زي ما نحن شايفين، يتكون هيكل المعهد من مدير المعهد، وهنالك 5 أقسام في المعهد ومجلس المعهد. مجلس المعهد ده مقصود منه انه يعني مثلا بيكون فيه رؤساء الأقسام، فذلك الخبرات والبروفات اللي هم لهم علاقه بمجال الفضاء والطيران. الأقسام بتتكون من نظم الاتصالات، قسم نظم الاتصالات، كذلك قسم هندسة الطيران،
كذلك قسم الأنظمة الإلكترونية وقسم الفلك في الفضاء وقسم البرمجيات الطبية. طبعاً في المشاريع في المعهد طبيعة المشاريع كل هذه الأقسام بتتعامل كلها بتشتغل كلها في مشروع واحد، لأنه أصلاً معروف عن المشاريع الخاصة بالسبيس وخاصة بالطيران هي مالتيدسيبلينري، يعني لازم يكون فيها تخصصات متعددة وكلها بتشتغل مع بعض. وحنشوف الحاجة دي إن شاء الله في تجربتنا في الكيوبسات وفي الطيارة بدون طيارة وفي الهاب. المشاريع البحثية بالمعهد: تصميم نموذج أولي للقمر الصناعي المكعب، ده بفضل الله تم. المشروع الثاني تصميم بالون عالي الارتفاع، وده بفضل الله برضه تم تصميمه وإطلاقه. تصميم طائرة بدون طيار للأغراض الزراعية، وده حتى الآن إن شاء الله عما قريب سيرى نور بإذن الله تعالى، والناس في خطوات الأولى. كذلك إنشاء محطة أرضية لاستقبال صور الأقمار الصناعية، إنشاء ورشة لتصنيع الطائرات الصغيرة والتلسكوبات، إنشاء مرصد فلكي لترتيب تلسكوب أرضي، إطلاق أقمار اصطناعية صغيرة تعليمية، كذلك تصميم منظومة استطلاع جوي بطائرة بدون طيار، إنشاء نادي لهواة الفلك والطائرات المسيرة. ده مشروع إسراء ساتوان، هو عبارة عن مشروع يعني كيوب ساتلايت أو إديوكيشن ساتلايت، تم تنفيذه في معهد أبحاث الفضاء والطيران بأيادي من داخل المعهد، أيادي سودانية 100%. كان الخطوة الأولية لأنه نحن نقوم بتصميم بروتوتايب، بروتوتايب ده يبقى تعليمي بعد ذاك الناس ينتقل لمرحلة اللانش موديل. فإسراء سات 1 البروتوتايب ده تم تنفيذه، الفكرة الأساسية للقمر الصناعي إنه توجد به كاميرا يتم تصوير السودان، ذلك عن طريق اللوكيشن بتاع ولاية الخرطوم. الكاميرا أول ما تصل داخل السودان تحصل الخرطوم، تبدأ تلتقط الصورة، وبالفعل تم تصميم البروتوتايب بنجاح، والآن نحن في مرحلة لانش موديل. وصراحة يعني الناس توقفت بعد إسراء ساتون اللي هو البروتوتايب، كان السبب الرئيسي اللي هو يعني الحظ على السودان. وزي ما الناس بتعرف إنه تكنولوجيا الفضاء يعني هي حاجة ما سهلة، الحاجة الثانية يعني الأمريكان مشددين جدا في إنه السودان ما يكون بدون يعني فريق تكنولوجيا الفضاء. فإن شاء الله مع التغيير اللي حصل في البلد نأمل بإذن الله تعالى خلال هذه السنة نكون وصلنا لاتجاه واضح لإطلاق إسراء ساتون. ده شكل كيوب ساتلايت، ومعروف طبعا هنجيب شويه هنا دكتور انور يتكلم عن الكيوب ساتلايت، انه الناس يعني الاقمار الصناعيه مثلا انت بتسمع الناس يقول الاقمار الصناعيه يقول لك قمر، بيتخيلوا حاجه كبيره. فالقمر الصناعي هو اصلا مصنف من حيث الاستخدام من حيث الحجم حسب المدار. فنحن الاقمار الان بنتكلم عن اسراء سات 1 ان شاء الله اسراء سات 2 3، هي أقمار تطلق في اللو إيرث أوربت اللي هو المدارات المنخفضة، ويتم إطلاقها من خلال محطة الفضاء الدولية. فالأقمار دي بطبيعة الارتفاع فهي حجمها دائما بيكون صغير، وحتى يعني اللايف تايم بالنسبة لها بيكون من 2 إلى 5 سنوات. الحاجة الثانية في ستاندرد للكيوب ساتلايت داتا، يعني من حيث الويت من حيث الكمبوننتس يعني مقيد، يعني مثلا الويس انه ما يتجاوز 1.3 كيلوغرام، وكذلك الشيب الشكل بيكون 10 في 10 في 10 اللي هو عشان كده قالوا كيوب ساتلايتس. الحاجه الثانيه الكمبوننت ذاته يعني هم مغيرين، بيقول لك كوميرشال اوف ذا شيلف، يعني من الحاجات اللي بتكون موجوده يعني في الارفف، يعني ما حاجه دايره اجتهاد وتصنيع خاص، فعشان كده بيسموها الايديوكيشنال ساتلايتس. دي شكل صورة ملتقطة بواسطة الكاميرا للقمر الصناعي. ده شكل القمر الصناعي من الداخل اللي هو كل السبسيستم موجودة فيه. زي ما شايفين في الاستراكشر سبسيستم ده عمل الشكل الخارجي أو الفريم الخارجي للقمر الصناعي. كذلك زي ما السبسيستم فيها الكوميونيكيشن سبسيستم، فيها الأونبورد كمبيوتر، فيها الـ EBS إلكترونيك بارو سيستم، كذلك البيرود
والكوميونيكيشن سب سيستم. المشروع الثاني او حقيقه هو المشروع الاول اللي كان تعليمي او تدريبي للباحثين بالمعهد، هو مشروع اسراء هابون. فكره المشروع اللي هو يتم اطلاق بالون عالي الارتفاع لقياس درجات الحراره والضغط والتصوير وهكذا. بالفعل الفكره الاساسيه انه البالون بيكون فيه غاز الهيليوم، فبعد اطلاق البالون يرتفع نسبه لكثافه الغاز، وعندما يصل الى حافه الاختلاف الجوي يتم نتيجه لفرق الضغط يتم البالون يحصل له دمج، بعد ذلك فيه باراشوت بيجي نازل. فالفكره الاساسيه كانت من المشروع انه يعني او فكره تدريبيه للباحثين باعتبار انه الباحثين الموجودين داخل المعهد كلهم فريش جرادويت، انه يتم قياس درجات الحراره، كذلك قياس الرطوبه والتصوير لشكل الارض اثناء ما هو البالون طالع. فتم برضو يعني نظام بتاع تحكم او نظام بتاع متابعه للبالون، وفعلا تم اطلاق البالون كما شايفين في الصوره في البرزنتيشن هنا من منطقه البالون، وسقط تقريبا على مسافه 40 الى 50 كيلو من منطقه المحيربه بنفس البريدكشن اللي عملوه الباحثين بالمعهد، وكان طلعت منه نتائج وناس عملت لها تحليل. ده شكل البوكس اللي بيكون محمول داخل الصندوق داخل المرتفع مع الحرب. المشروع الثالث اللي هو الان ان شاء الله سيرى النور قريبا هو مشروع طائر بدون طيار ميادة، سمي بهذا الاسم يعني عرفانا بالمقصود لها باذن الله الباحث المعهد ميادة السير محمد علي. فكرة المشروع هو يعني طائرة بتخدم في الأغراض الزراعية، وزي ما الناس عارفة إنه من أهم الاستخدامات الحديثة للطائرة بدون طيار هو استخدامها في مجال الزراعة، حيث إنها يعني ممكن تمكنني تعزز من الإنتاج الزراعي، فبقدر استخدمها في التصوير الجوي ومراقبة الزراعة وتخطيط المساحات المزروعة وأيضا تحليل الصور والأطياف المتغطة المختلفة، واستخدام برضو تقنيات الاستشعار من بعد للكشف عن الآفات الزراعية، كما يمكن برضو أيضا معرفة تركيب التربة والمساهمة في تحليل منظومات الري وتحسين أدائها. فالمرحلة الأولى من المشروع اللي هو كان مرحلة الديزاين وده موديل جاهز، الآن شغالين في التطوير بالنسبة للأوتوبايلوت وسط الشباب، وإن شاء الله يعني الناس هتتكلم عن المشاريع دي ديبلي بتفاصيل أكثر يا قدام ان شاء الله. بشكل الخيار بدون خيار. طيب التعاون والشراكات للمعهد اللي هو برنامج الفضاء السوداني، كذلك الجمعيه السودانيه للفلك والفضاء، هيئه الاستشعار من بعد علوم الزلازل، معهد الابحاث الهندسيه وفطانه المواد، مركز الغوامي والبحوث، كذلك الهيئه برضو لمركز الغوامي والبحوث، برضو مركز أبحاث الفضاء بجامعة الخرطوم، مركز أبحاث الفضاء بجامعة السودان، ومدرسة هندسة الطيران بجامعة السودان، وقسم هندسة الطيران بجامعة كرري، كذلك كلية الاتصالات والفضاء بجامعة المستقبل، وشركة معراج لتقنيات الفضاء، وأخيرا قطاع الفضاء للتصنيع الحربي. الشراكات الخارجية فعليا زي ما قلنا نحن معهد أبحاث الفضاء والطيران هو تم إجازته كمعهد في يونيو 2013، لكن البداية الفعلية كانت في 2014. في 2015 تم اعتماد معهد أبحاث الفضاء والطيران من قبل المكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، أيضا وكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا سانسا، ودي طبعا وفقا لاتفاقية كانت تمت في 2015 بين وزارة العلوم والاتصالات في السودان والدي اس تي ديبارتمنت او سي اس ار تكنولوجي في ساوث افريكا، واعتقد بروفيسور زينب ودكتور مؤتمن كانوا من الناس الحاضرين الاحتفال، ايضا وكاله الفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء في الامارات، كذلك يعني حتى لا ننسى نقدم تحيه للاخوه في مركز محمد بن راشد للفضاء، وهم يوم غدا ان شاء الله حيكون في يعني حدث تاريخي او في المنطقه العربيه على وجه الخصوص، لانه
دكتور محمد بن راشد بالتعاون مع جهات خارجية حيطلق أول إصدار للمريخ يوم 15 اللي هو يوم قادم بإذن الله من اليابان. كذلك وكالة الفضاء الباكستانية سوبارتو والشبكة الإسلامية البينية لعلوم وتقنيات الفضاء إزنت ومركز إسكانيكس للبحث والتطوير في روسيا ومركز أبحاث الفضاء وزي في تركيا وقسم تقنيات الفضاء بجامعة إسطنبول التقنية الـITU ومعهد كيوشو التقني اليابان اللي هو كيوتيك. ممكن نبذة صغيرة عن التعاون بين معهد أبحاث الفضاء والطيران ومعهد كيوتيك في اليابان. دي كان أول ورشة تشغيل المحطات الأرضية لاستقبال الإشارات الأحمر بيرس في 2018. كذلك برضو كان تقديم سيمينار عن معهد أهدافه في 2018 وكان في تدريب برضو على المحطات الأرضية وعلى الأقمار الصناعية صغيرة الحج. ده بروفيسور اللي هو مدير كيوتيك يعني بين منسقين الورشه مع بقيه الدول. انا حديث هنا يعني في شكل التعاون بين اسراء وكيوتيك. الناس كيوتيك عندهم حاجه اسمها سلسله بتاعت مجموعه اقمار صناعيه تسمى بيرس. فمجموعه بيرس اللي هي بتجمع فيها مجموعه من الدول الناميه اللي هو نيجيريا وغانا وكينيا والسودان واثيوبيا. تم إطلاق أول دفعة لبيرسون كان تقريباً في عام 2015 أو 2016. الإسراء كانت المفترض تكون في بيرس 3 اللي هي في المجموعة الثالثة ولكن للأسف بسبب الحظر الأمريكي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كان بسبب أيضاً ضعف التمويل وعدم الوصول إلى المبلغ الكافي كان سبب التأخر للإسراء. ولكن الآن محل خاص الفضاء والطيران إن شاء الله هو في ضمن مجموعة بيرس 5 اللي هي المفترض كان تبدأ أعماله في خلال شهر 6 لكن بسبب الظرف جائحة كورونا اللي هي أجلت هذا العمل وده من مصلحتنا إن شاء الله حتى الناس تقدر تمشي له جدا. كذلك بروفيسور زينب الآن يعني على بصدد إنه تقوم بتفعيل الاتفاقية السابقة مع DST والفضاء والطيران حيكون له نصيب بإذن الله تعالى. وعندنا أصلاً مشروع مشترك مع ساوث أفريكا في CBUT جامعة CBUT هناك المعهد الفرنسي أيضاً متخصص في شغل الأقمار الصناعية صغيرة الحجم. ده صور لبعض الجوانب الورشة. برضو ده تدريب على ضبط الهواي والاستقبال لسبع إشارات من بيس فور ودي باحث المعهد رميساء كانت في من ضمن الناس اللي حضروا في الورشة الأخيرة في 2020. ده كان اليوم الختامي ختام الورشة. شكرا. وفي فيديو مبسط هنعرضه عن تحديد عن إسراء سات 1. وفي حاجة برضو يعني مفترض يعني نتكلم عن إنه دور إسراء أو دور محرب حصى الفضاء والطيران في داخل السودان والتعاون داخل السودان. محرب حصى الفضاء والطيران بيدعم يعني الهواء وكذلك عندنا يعني عندنا برامج تثقيفية وتوعية للأطفال. عندنا أسبوع ثالثه يسمى أسبوع الفضاء كل عام بيكون في شهر 10 ومحرب حصى الفضاء والطيران هو لوكال اورجنايزر بودي هنا في السودان. كذلك الدكتور مؤتمر ميردن هو المنسق الوطني لاسبوع الفضاء في السودان. الاسبوع ده بيحتوي على عدد من الورش والسيمينارات من خلاله يتم يعني بيكون فيه حيز خاص لطلاب المدارس والاطفال للتوعيه والتثقيف بالفضاء. وكذلك يعني كان في مشاركه لمحل حاصة الفضاء والطيران في اعتصام مرياده على ما اسمه الدكتور انور. المنصه اللي كانت تابعه مجموعة الباحثين السودانيين برضو شاركنا بيوم رصد كان في تصريف عن الفضاء وعن المجموعات الشمسية. في فيديو بسيط مبسط حيتم عرضه يوضح إسراء سات 1 المؤتمر الصناعي المقام إسراء سات 1 اللي هو تم داخل محل حصى الفضاء والطيران في 2017.
مثلا هو الخرطوم، زي ما أسفنا إنه ده يصدر من الساتلايت إنه هو يعني عايز في الفضاء يجي في سفن زي ما تعرفين في نظارات متقطعة صوت برضو بالجنس اللي متبيع هذه النظارات أو هذا الصوت بشكل أحرف أو اللي هو معروف ده الجيف اللي هي اللي هو من القمر الصناعي إسراء فاطمي
ده نموذج أو حاجة مبسطة جدا جدا فرانور، وشوف رايك ونشوف راي المتابعين لهذا اللقاء. شكرا جزيلا يا باشمهندس ياسر على التقديم الرائع جدا حول مركز ابحاث الفضاء. ومعانا هنا برضو البروفيسور مؤتمن مرغني، يا ريت يتفضل للداخل. بروف مؤتمن، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا انور، ونكرر شكرا لك على المجهودات الهامه اللي بتقوم بها. يعني ان شاء الله يعني يمكن يوميا بيدير لك كم سيمينار. ربنا ما توفقنا الا بالله، هذه يعني مهارات ومقدرات ربنا امننا عليها ولازم نرجع للمجتمع. الحمد لله الحمد لله، ربنا يوفق ان شاء الله دكتور. اللهم امين. وبرضه اشيد بابننا ياسر على البرزنتيشن الجميل المتكامل اللي هو كون ادى الناس فكره جيده عن دور معهد ابحاث الفضاء والطيران والنشاطات اللي بيقوم بها المعهد. فيمكن زي ما ذكر باشمهندس ياسر انه المعهد عمره قصير نسبيا، يعني هو بالنسبه لبقيه المعاهد في المركز القومي للبحوث هو اخر معهد. يعني هو انشئ سنه 2013، يعني حاليا 7 سنوات، و عدد الباحثين بتاعينه برضو بسيطين، يعني هو من أقل المعاهد من حيث عدد الباحثين الموجودين. يعني يمكن بالعكس، بدل ما نحن يزيد عدد الباحثين للأسف كان بيحصل تناقص في عدد الباحثين لأسباب مختلفة. يعني في ناس طلعوا مش يشتغلوا في حتات تانية، أو الناس بتعسوا في دراسات عليا، ولقيتنا صراحة مشاكل كثيرة. يمكن اليومين الفاتت انت عملت الغاء مع عده معاهد في مشكله مشتركه اللي هي استيعاب باحثين جدد. يمكن دي واحده من اكثر المشاكل الحقيقه اللي بتواجه المعاهد، يعني لانه انت في النهايه الفقد بيحصل طبعا لاسباب مختلفه، يعني بتفقد باحثين وكمان دار تمشي لقدام. يعني انت بالعكس مش يعني تعوض الباحثين بس، بتحتاج انك تزيد عدد الباحثين. يعني احنا بدينا يمكن بحوالي 20 باحث، لكن كنا نتوقع انه بعد سنوات السبع دي نكون عددنا يمكن ما أقل من 100 باحث، يعني عشان المشاريع الموجودة في خطط المعهد كان تتم. فدي واحدة من الإشكالات الرئيسية، بالإضافة طبعا لمشاكل تانية. يعني في بعض المشاكل مشتركة مع كل الجهات البحثية في السودان، من نقص التمويل، من نقص الاهتمام في الفترة اللي فاتت يعني بالبحث العلمي. يعني في يمكن للأسف كثير من المسؤولين كان دائما ينظر للبحث العلمي على انه حاجه ترفيهيه، وبالذات لما نتكلم على الفضاء كثير والله بتلاقينا كلمات بتكون يعني محبطه. يعني يقول لك فضاء، نحن السودان لسه بدير على الفضاء، يعني نحن لسه عندنا مشاكل اساسيه، وتيجي تتكلم لنا على الفضاء كانه الفضاء هو ترف وليس حاجه اساسيه، بالرغم انه هو حولنا وأقل مننا اقتصاديا وأقل مننا تكنولوجيا بدأت بعدين. وفي ناس كان بيجي صراحة بيجي يتعلموا مننا، يعني بيجي يزورونا في المعهد ويأخذوا أفكار مننا ومشوا وطبقوا وأطلقوا أغمارهم. يعني فالقصة الفضاء ما صار حكرة على الدول الغنية فقط، يعني صح. ما أنا ما دار طوال من هسه أقول دار أمشي أعمل مركبة تمشي القمر أو المريخ، لا، يعني كل دول بيعمل الحاجة اللي هو محتاج لها، والحاجة اللي هي عنده المقدرة لها، مقدرة سواء كانت معرفية أو مقدرة مالية. فالناس ما بتقي صراحة، لأنه موضوع الفضاء موضوع يعني عالميا لو ملاحظ اهتمام كبير بمسألة الفضاء، ونحن ما دار نكون نحن متخلفين عن الدول الثانية. بالعكس، يعني السودان بحكم قدم التعليم الجامعي فيه وكثرت ما شاء الله الناس المستنيرين عندنا سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، نتوقع أن السودان يكون من الدول الرائدة. يعني ياسر قبل شوية تكلم عن الإمارات، إن شاء الله بكرة حتطلق المسبار الأمل للمريخ،
فنحن يمكن في فترة من الفترات كان دولة زي الإمارات كان السودانيين هم أساس الجامعات وهم المهندسين وهم، فإن شاء الله بعد الثورة إن شاء الله نتوقع أنه السودان يأخذ مكانه الطبيعي في كل المجالات لا سيما مجال الفضاء. بروف انت يعني وريت انت من الانشاء وقبل عندك تجارب في تاسيس مراكز بحثيه اخرى وكده، تفتكر يعني شنو المفروض يحصل تحديدا فيما يخص المركز البحث اللي هو اسراء المرسل للفضاء تحديدا؟ عارف انا حاليا انه منظومه الصناعات الدفاعيه هي اللي عندها الامكانيات، والمركز البحثي اللي هو هنا ده ما عنده الامكانيات. فزي ما قال واحد، اثنين مسافرين اتفارقوا في حته وبيقوا ما لامين في بعض، واحد معه التذاكر واحد معه الجوازات، لا ده حيسافر لا ده حيسافر. نعم. فشنو انت بتفتكر انه ممكن اللي يحصل يعني؟ والله زي ما قلت لك يا دكتور، يعني انا افتكر اول شيء اهم حاجه مساله الاهتمام نفسه، يعني قبل المساله بتاعت توفير التمويل او توفير القوى البشريه، أنا بفتكر الاهتمام والإرادة نفسها سواء كان من الدولة والمؤسسات البحثية. يعني إحنا كنا تابعين لوزارة العلوم والاتصالات ويتنقلنا ثاني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن صراحة ما قاعدين نحس إنه يعني في إرادة قوية جدا من الجهات الفوق، من سواء كان دعم البحث العلمي إن جنرال في السودان. يعني مشكلة بنشترك فيها كلنا، يعني الليلة لليوم السودان ما عنده ميزانية بتاعت بحث علمي. يعني بنلقى فيه كثير من الدول عندها خطت نسبة معينة من الدخل القومي ومخصصة للريسيرش. يعني احنا زمان قدمنا قلنا دارين جاست 1% 1% بس من الدخل القومي يتخصص للبحث العلمي لكل البحوث العلمية في السودان، وده ذاته رفض. يعني كان عرض على البرلمان الوقت ذاك في أيام النظام البائد كان ميزانية الدفاع 70%، في حين إنه 1% دي هي استخسروا على البحث العلمي. فأنا بفتكر هي فعلا دي الإشكالية الأساسية، يعني كونه في باحثين وفي البنية التحتية بالذات من حيث البشر. يعني صراحة أنا أثق شديد جدا في الإمكانات المعرفية والإمكانات بتاعت الشباب، يعني حتى المعرفة الما موجودة حاليا بقت في وسائل أسهل يعني لزيادته وكده، وانك تعمل علاقات مع جهات خارجيه وتتعاون، بالذات مجال الفضاء ده مبني على التعاون زي ما ذكر ياسر. يعني احنا عندنا تعاون مع محط كيوشو في اليابان، وهم يعني زي ما يقولوا فاتحين لنا الابواب على مصراعيها، لكن تلقى انه بتقيدك بعض الاشياء. في اشياء صح زي العقوبات الامريكيه، يعني احنا الموضوع بتاع القمر الصناعي اسراء ساتورن، لما جينا مشينا في النهايه لقينا انه ادراج السودان في الدول الراعيه للارهاب بيمنعنا انه احنا نمشي لقدام، ما نقدر مثلا نطلق قمر صناعي من محطه الفضاء الدولي لانه امريكا هي الشير هولدر فيها. وكذلك حتى المعرفه عشان تحصل على كل المعرفه وتشارك في كل المشاركات بتلاقيك اشكالات زي دي، ودي نتمنى ان شاء الله على حسب ما اتوقع انه ماشي للحل ان شاء الله. بالنسبة للتمويل، احنا عارفين ان التمويل البلد ما زالت تعاني من تركة ثقيلة من النظام السابق وخزينة فارغة وكذا، لكن علق الحدارين يكون عندنا جعل في الدخل القومي بالنسبة للأبحاث، وحتى لو كان قليل، يعني قليل يكفي خير من لا شيء. وزي ما قلت برضو شنو الاهتمام به، إنه البحث العلمي هو اللي بيقدم الدول. يعني صحيح نتكلم عن الزراعة ونتكلم عن الصناعة، لكن بنعرف اليوم ما يعرف باقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المبني على المعرفة، knowledge based economy. ده حتى الدول الفقيرة هي بدأت، يعني دولة زي رواندا طلعت من حروب وكذا ما شاء الله، يعني خدت في بالها الموضوع ده وماشي. أثيوبيا دول المحيطة بينا واللي هم يعتبروا دول أفقر مننا صراحة، يعني مواردهم بالتأكيد أقل كثير موارد السودان، لكن الإرادة السياسية بذات الحكومات والوزارات بنلقاها إنها هي عندها دور مؤثر. نعم. طيب يا بروف، مؤتمر نفسي دي ما استكنا قلت قبل، قلت يا أخي إن والله الجهات الفوق ما قاعد تدعم، إنت سيدي أعلى جهة في الناحية،
هتعمل شنو؟ السؤال ده مهم جدا، نعرف انه هيحصل شنو، افترض انه يحصل شنو من جانبك. والله يعني اول حاجه دكتور لازم يتثبت انه هو البحث العلمي ليس ترف، يعني تكون معروف انه البحث العلمي ده شيء اساسي. يعني الليله كثير من الشركات الغربيه الضخمه لما يحصل لهم كساد او يحصل لهم مشاكل ماليه بيستغنوا عن الديبارتمنت الداريه، بيعتمدوا مين على الديبارتمنت بتاع الريسيرشن ديفلوبمنت، هي اللي بترفع لهم الشركه من جديد. يعني احنا ليه دائما بننظر للبحث العلمي بحيث انه هو حاجه كماليه وهو حاجه ترفيه؟ يعني صراحه حتى العامه يعني زي ما قلت لك الليله موضوع الفضاء ده الناس دي نظروا نظرة انه يعني هو موضوع بتاع يعني طرف ده، كيف دولة العالم الثالثة وفي افريقيا ودولة عربية هي تتكلم عن الفضاء؟ بالعكس يعني دول كثيرة، يمكن ياسر ذكر الشبكة بتاعت بيرز دي، بنلقى فيها دول يعني كثيرة هي دول العالم الثالث، يعني لو صح التصنيف يعني. فأنا مفتكر دي الحاجة الأولى. و لو دارين نتكلم عن الصورة الأشمل، إنه أنت برضو بتحتاج لك لحاضنة تجمع لك الجهات المهتمة بالفضاء. يعني نحن الفضاء في عدة جهات يمكن شغالة زي ما تقول في قرى معزولة، يعني نشأ مشروع في جامعة الخرطوم، ما أعرف نشأ ناس التصنيع الحربي أطلقوا القمر بتاعهم، عندك تلقى شركة معراج والشركات الثانية شركة أفريقيا. وبرضو في إشكالية صراحة في توحيد الجهود، تلقى إنه يعني كل زول شغال في وادي منفصل. ونحن صراحة كانت ديدا بدعنا في إسرائيل، لا نحن دارين نكون الجهة القومية اللي بترعى الفضاء، وهي اللي بتهتم إنه تقام برامج دراسية في الجامعات، تعمل سيمينارات وخلافه، إنه نقدر نلم الناس كلهم مع بعض. لكن للأسف برضه في إشكالية في انك كيف توحد الناس. السودان عندنا اشكاليه زي دي صراحه، الناس كثيرين بيفتكروا انت لما تيجي تقول لهم انا داير اتعاون معاكم وداير يعني اساعدكم، بيعطوني لك داير تكويش على الشغل بتاعنا. فدي برضو واحده من المفاهيم الخاطئه عندنا في السودان صراحه، اخرتنا كثير. يعني نتمنى انها مع مرور الزمن ومع العهد الجديد ده تنتهي ان شاء الله. لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. معروف. نعم صحيح صحيح صدقت. يعني انت عارف في كثير جدا من الاتيتيود بتاعنا قاعد مقيم، يعني اختلاف الوزير ما بيغير سلوك الوزارة أو الناس الموجودين فيها بكل أسف. وشايفين مشكلة عامة كده في قصة التعامل مع البحوث والباحثين، يعني ما بيقول لك دي الناس طلصة. يعني نحن لما كان المركز يعني عبر اللي هو حزيفة بريمة لما جاب جزء من المعرض وشارك معانا في منصة الباحثين السودانيين في ميدان الاعتصام، في سمعت التعليق اكثر من مره، اخوان عليك الله فلت شنو احنا في الواطه دي يا سي. يقول للزول يا اخي صحيح. الدنيا دي كل الحاجات فيها مترابطه، ما بتقدر انت تعزيلها من بعض. يعني اي تعيد تعليمك تكون شايف انها مهمه، لكن كل الحاجات مهمه ما في حاجه ما مهمه. نعم. وعشان كده احنا دكتور يعني يمكن واحده من الروز الاساسيه بالنسبه للمعهد اللي هي المساله بتاعت الاوت ريتش اللي هو الوصول للناس والتسقيب بتاعهم، وبنحاول نعمل ما بجهدنا يعني سواء نصل للناس عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان عن طريق التلفزيون، عن طريق اسبوع الفضاء اللي هو بيتعمل سنويا في اكتوبر. فبنحاول بقدر الامكان نفهم الناس اهميه الفضاء. طرحت لكم اي كورس في منصات التعليم الالكتروني الموجوده في ناس يوديمي ولا ناس ادراك ولا في منصات السودانيه شباب ناس اعمال وكده؟ لا والله لسه ما لكن بس هو كل ما بنقدم بس هو محاضرات، يمكن تكون تابعت انا عملت لي محاضرات في في رمضان، محاضرات رمضانيه كده. ايوه كانت جدا. لكن طبعا بتلاقي الاشكاليه بتاعت التفاوت بتاع مستويات الناس، يعني انت عشان كده بتعمل محاضره بتكون عامه كده. لكن صراحه يعني عندنا احنا خدتنا يمكن ما اعرف كان ياسر ذكرها في الاهداف، لانه عمل برامج في الجامعات في الفضاء. يعني اليوم نحن ما عندنا برنامج متخصص للفضاء في الجامعة، صح في عندنا ديبارتمنت بتاع الطيران في جامعة السودان وجامعة كيرري، لكن للطيران فقط. فلكن احنا الإسلامية مش في حاجة لها علاقة بالفضاء ولا الفلك؟ الإسلامية صح لعلوم الفضاء اللي هي الفلك، لكن نعم. الفلك والإرصاد الجوي. لكن بالنسبة لتكنولوجيا الفضاء اللي هي الأقمار الصناعية،
والمركبات والاشياء اللي زي دي الاسفار بتاع الامل دي. يعني تكنولوجيا الفضاء طبعا علم او مجال واسع كثير يعني، فدي بتحتاج عباد. عشان انت لو ربنا شاء يوم من الايام بقت في الفرصه انه يتوفر الامكانات، دارين يكون اوريدي احنا عندنا ناس موجودين، عندنا قوه بشريه هي تقوم بهذا العمل. طيب هل في اي جهود الان لانه البرنامج ده يعني يكون موجود في احد من الجامعات السودانيه؟ والله ما يعني ما 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 ما, ما اقدر اقول لك انه في حاجه يعني ممكن يكون برين ستورم من اكثر، انه فعلا ما دعم الخطوات مباشره طبعا، لانه بتحتاج فعلا كمان جامعه تحصل لك برنامج زي ده. زمان ناس جوا في المستقبل حاول يعمل برنامج زي ده، لكن في النهايه بقى برنامج بتاع اتصالات يعني رازر زارين يكون بتاع اقمار صناعيه. انا سنه بدرس في الاقمار الصناعيه وناس الاتصالات في جامعه الخرطوم، لكن انا بتكلم عن برنامج كامل زي ما انا عندي هندسه كهربائيه وعندي هندسه ميكانيكيه، يكون عندي قسم متخصص في تكنولوجيا الفضاء. نتمنى انه نشوفه قريب ان شاء الله. تمام الله يديك الصحه والعافيه. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لك. طيب لو في اي سؤال من هنا من الناس الحضور، يا ريت الناس تستخدم الخاصيه بتاعت رفع اليد. لو ما في سؤال شوف الفيسبوك في تعليق. في شايف حسن بابا وهو من الناس الشغوفين جدا مسألة الفضاء، وعندهم يعني اكتيفيتيز بيعملوها لشباب المعسكر الصيفي، وانا شفت الانشطه بتاعتهم. بتذكر لما كنا في ميدان الاعتصام يعني كان في اللي هو المنظار تبع اسراء، جابوا الباحث حذيفه بريمه والناس بتشوف انه كان الأقمار الصناعية والكواكب والشنون، ما بتذكر بالضبط، لكن حسن بابا الباشمهندس كان بتذكر جاب لنا منظار أكثر تطورا. يعني قال يا أخواننا طالما أنتم عندكم أصلا بعض الفضاء، فهو شخص شغوف وخدوم جدا وموجود في الفيسبوك. أنا رسلت له العنوان بتاع الجلسة على زوم، لكن ما شفناه هنا، لأنه يعني مهم جدا برضو الناس تعرف إنه في مجتمع، والمجتمع ده كله مهتم في مسألة الفضاء وكده، وده هو بيساعد وبيعمل زخم للبحوث والأشياء دي. دكتور بدر الدين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله دكتور. دكتور أنور لك التحية والتحية لكل الحضور. ياسر ما شاء الله عليك، مبروك، يعني محاضرة جميلة جدا، لك التحية. إسراء زي ما هم ذكروا إنه زي ما قال مولود جديد، لكن مولود بأسناره ما شاء الله يعني. فنتمنى لهم التوفيق. فأنا في قبل ما شايف أنت في ما داري والله ندخل السياسة في الموضوع، لكن دخل السياسة أنت في البداية فتحت موضوع، والله صراحة يعني وسفن هنا نبدأ ب أنا شخصيا من متأثر جدا بالأحداث اللي حصلت في شمال دارفور في منطقة قطم، بالمناسبة منطقة قطم إنه منطقية يعني الناس اللي تضرروا دي والله كلهم أهلي. فما أقول لك حاجة، أنا من هنا بناشد الحكومة إنه والله أنت حكومة الثورة، يعني على الأقل لازم تقوموا بدوركم، يعني الناس دارين أمن قبل كل شيء، وفروا لنا الأمن قبل بعدك باقي الحاجات ملحوقة إن شاء الله، الأمن ده أساس كل شيء. فشكرا لكم جميعا، وياسر أنا يعني بس بحييك تحية كبيرة جدا والله، وبقول لكم إنه يعني احنا في هيئه الاستشارة عن بعد وعلوم الزلازل بنستفيد فائده كامله من كل البيانات اللي بتجي من الفضاء، ولنا علاقات كبيره جدا مع مؤسسات خارجيه بنجيب منهم الداتا، وفي داتا بنجيبها من الانترنت، وفي داتا بنشتريها بقروشنا جدا، بالذات صور بتاعت الاقمار الصناعيه الريزوليوشن بتاعه هاي، يعني احنا بنشتري بقروش كثيره جدا. فالإسراء هو جزء مكمل كبير جدا، أو إسراء وهيئة الاستشارة عن بعد أنا بعتبرهم يعني جزئين مكملات لبعض. حسي هم صح أنتجوا كيوب ساد وجابوا وأنتوا فكوا بالون. طيب أنا سؤالي، الداتا اللي جات من الداتا جات استفدتوا منه شنو الداتا دي؟ هل أنتوا صح أنتجتوا حاجة كبيرة جدا وأطلقتوه؟ في داتا بتجي، الداتا اللي احنا بنستخدمها وفي جهات ثانيه بنستخدمها، فاحنا لازم نكمل بعد تكميل كامل ونقدر
انتوا تستفيدوا مني انا الحين استفيد منكم. وحصل انا زي ما قلت المره اللي فاتت قد قعدت معاكم، قعدت مع دكتور مؤتمر وقعدت مع ياسر، وعندنا مشروع ماشي كويس جدا. فهنا نتمنى انه السودان كله زي ما قال بروف مؤتمر انه الناس تقبل بعضها وتتعاون مع بعض وتشتغل مع بعض، وهي في النهايه كلنا شغالين للسودان، ما في زول شغال لما برا ولا في زول شغال لبيته. لازم نكمل بعض ونستفيد والبلد كلها تستفيد ان شاء الله. فقيدوا ان شاء الله احنا بنتمنى انه الناس تقبل بعضها زي ما قال ونمشي لقدام. سؤال ثاني، الداتا اللي انت اللي بتجي صح، انت قلت مثلا القمر الصناعي او الكيوب سات اللي بتطلقوه فتره قصيره. طيب الفتره القصيره دي احنا لو قارناها مع كميه المبالغ اللي بتدفع الدوله لانتاج القمر الصناعي ده، هل هي اعلى من القروش اللي احنا بندفعه ونشتري البيانات ولا الافضل منه؟ فاذا البيان هي احنا ممكن نطلق لنا قمر صناعي ومدته قصيره خالص وندفع فيه قروش كثير خالص احسن نشتري. اما اذا كان في طريقه انه احنا نعمل لنا قمر صناعي ويكون مدته طويله واحنا نستفيد من بيانات كثيره جدا ويكون رخيصه ومتاحه لكل الناس كده بكل افضل وارحم. فممكن نشوف اجابه منك. شكرا لك. شكرا دكتور بدر الدين. باشمهندس ياسر ولا بروف مؤتمر، المهم اللي تقدر تجاوب بالذات السؤال بتاع حقيقة دكتور بدر الدين. وشكرا لك على الكلام الجميل اللي قلته. الحاجه الثانيه بالنسبه لسؤالك انه نحن مثلا الداتا اللي جبناها عملناها باشمهندس، يعني حقيقه المشروع بتاع الاسراء هابون الاول ده وكان مشروع الغرض الاساسي هو تدريب للباحثين، باعتبار انه الباحثين الموجودين في معهد حفاظ الفضاء والطيران هم يعني فريش جرادويت، فكسيستمز وتجميع سيستم وانه كيف يقدروا يعملوا لهم حاجه تقدر تلتقط لها صوره ولا حاجه تقوم بترسل داتا او تستقبل داتا وهكذا. فالداتا اللي جات هي داتا يعني ما كبيره ولا 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 نقول عليها بسيطه، لكن ما مثلا انا بوعدك الان لايف باذن الله الداتا دي نقوم نديكم لها انتم نشوف بالضبط ممكن تطلعوا ايش. لكن ان احنا الناس الموجودين اشتغلوا على اساس انه يحددوا مثلا الموقع بتاع انه البالون قام وين ونزل وين. في بعض الداتا كان مسجله في الميموري والفيديوز والحاجات دي كلها. لكن التعاون اكيد بين هيئه الاستشعار عن بعد ومعهد حفاظ الفضاء والطيران، فهم مكملين لبعض وهم زي ما يقول يعني A و B مع بعض يعني مستحيل انه تمام. طيب الداتا دي الداتا دي يا ياسر هل موجوده في مكان ما يعني openly publicly accessible للناس؟ يعني لو في باحث ثاني لا في الاستشعار عن بعد ولا في هيئه ابحاث الفضاء داير يعني يصل الداتا دي لاي غرض بحثي ثاني، هل هي موجوده عبر موقع ولا عبر حته؟ لا. طيب انا في تنويه بسيط ممكن اقوله، هي داتا زمنيه ولحظيه، يعني درجه الحراره في اللحظه دي كان كم، الرطوبه كانت كم. دي صوره مثلا شكل البالون هو بيرتفع بيقوم بيصور لك المنطقه كل مره بيحصل وايد لما الصوره تكون كبيره. فهي بيانات في لحظتها ممكن تستخدمها، لكن انت الان عشان تجي تستخدمها الا تستخدمها كمقارنه كريفرنس كده ممكن، لكن احنا اصلا ما خدتنا في حته وبين للناس كلها. اوكي. طيب في طبعا في كلام كثير جدا في المجتمع بتاع البحث العلمي عن انه البيانات والاوراق العلميه وكل البحوث الجايه عبر public funding يعني جايه من حكومه جايه من ميزانيه عامه يفترض انه البيانات بتاعتها تكون موجوده للجميع، لانه احنا كلنا كمواطنين سودانيين دافعين قروشنا فيها، كل واحد عنده فيها زي ما نقول شنو سهم. فهل في اتجاه عام لانه البيانات كلها تكون متاحه يعني مش بس في المركز ده؟ بالمناسبه الكلام ده برضه يا دكتور بدر الدين ليكم انتوا ولكل مدراء المراكز والمعاهد الاخرى المتابعه للمركز القومي للبحوث، يا ريت لو بروف زينب كان موجوده كان برضه تدينا اضافه في الموضوع ده، لانه القصه بتاعت الاوبننس انه البيانات تكون موجوده احنا بنعاني دائما في البحوث من انه من عدم توفر البيانات. عدم توفر ده واحد يعني دي الحاجه الكبيره. الحاجه التفصيل بتاعها ليه ما متوفره؟ لانه اللي عنده ما بديها للناس.
فهو كل يوم احنا مش لنا بحث بتاع ماجستير وبحث بتاع دكتوراه وبتاع، مبروك مبروك، لكن وين انت يا اخوان البيانات بتاعتكم اللي استخدمتوها؟ عشان انا ممكن اعيد استخدامها، ما محتاج انه امشي اعمل نفس التجارب ولا نفس الانترفيوز ولا امشي نفس المشاوير اللي انت مشيتها، عشان انا ممكن اشوف لي تشالنج ثاني مور ادفانس. فهل في اي انبوت في الحته دي؟ يا ريت كلكم تجاوب، كل زول يديني انبوت يعني. والله يا دكتور انور انا اقول لك يعني الان مثلا عندنا مركز التوثيق والمعلومات اللي هو حيكون في الحلقه الجايه يعني الان في فهم او في اتجاه لانه يكون في مكتبه الكترونيه او مكتبه في المركز هنا اللي هي كل الداتا بتاع المشاريع كلها بتكون موجوده فيه. يعني هسه زي ما يقولوا مع بروف زينب والتحركات الاخيره بروف زينب انه يتم تحديث المركز ذاته يعني في طريقه عرضه للاشياء في توفر المعلومات بالنسبه للمركز. الان في يعني في شغل جبار يعني احتمال تكون عارفه خلف الكواليس شباب عارفين الناس شغاله باذن الله في المستقبل الغريب يعني وليس البعيد بيكون في انه يعني على موقع المركز اي شيء ممكن الزول يبحث عنه بيلقاه موجود. ممتاز جدا، حاجه مطلوبه جدا جدا من الجميع. في اي والذي الاجابه دي كده زي ما يقولوا غطيت لزملائك. ايوه بدر الدين بارك الله فيك. اضافه بسيطه احنا الداتا اللي مجمعينه عبر السنين اللي فاتت سواء كان من الانترنت سواء كان بقروش حاطينها كلها في هارد ديسك كبيره وحاطينها في ارشيف كل الطلب متاح للطلبه متاح للباحثين متاح لاي زول اي طلاب كثار جدا قاعدين يجونا من الجامعات من جامعه الخرطوم من كل الجامعات بيجونا طلاب بياخذوا داتا وبيساعدوا في التحليل وبيستفيدوا فائده كامله وكل السودان متاح حتى الولايات. الولايات احنا برضو دربنا ناس وعديناهم داتا وبل عديناهم اجهزه الكمبيوتر كمان التاهيل للولايات ما كل الولايات لكن لبعض الولايات. فالداتا موجوده اللي احنا قدرنا جمعناها كلها موجوده اي زول محتاج بس يحدد لنا انت داري شنو ان شاء الله ما في مشكله. وريني بس قانون هواك وطبعا يا دكتور يفترض انه الحاجه دي تكون موجوده في يعني في انترنت ولا انترنت على اساس انه تكون اكسسبل لكل الناس لانه العالم فيه موفمنت بصوره مستمره. يعني انا الليله قاعد في الدوحه قطر بكره ممكن امشي ارجع الخرطوم وداير يكون عندي ايكوال نفس الاكسس لنفس البيانات لو انا عندي بحث شغال فيه والبيانات مثلا بجيبها من عندهم. ده الهدف المهم اعتقد انه لازم البيانات متاحه. بالمناسبة البيانات دي متاحة أصلا موجودة في الإنترنت. لا أنا بتكلم على البيانات اللي بتجيبوها من السودان يعني بيانات السودان ما حنلقاها في أي حتة إلا عندكم أنتوا عملتوها أنتوا ديل. تمام؟ لو ممكن أتداخل يا دكتور. طوالي تفضل تفضل يا برو. ايوه يا يمكن يا دكتور بدر الدين لو انا فهمت قصد دكتور انور يعني هالبيانات ما طبعا في بيانات رو يعني القمر نعم. الصناعي بيجيب صوره رو بالضبط كده لكن طبعا انتم بعد الناس الاستشعار من بعد بتقوموا بتحليل الصور لتحسينه في الاول وبعد ذاك بتطلعوا كميه كبيره من البيانات يعني يكون في بيانات كثيره يعني مستقى من هذه الصور ودي بتكون قيمة شديد طبعا لأنه هي بتاخد جهد كبير وعدد كبير من الناس وناس متخصصين يعني دائما الاستشعار من بعد الزول اللي بيعمل بروسيسنج للبيانات دي دائما بيكون زول متخصص يعني إذا مثلا بتاع جيولوجيا هو بيكون بيهتم بالمعلومات الجيولوجية مثلا عن التعدين أو عن المياه الجوفية بتاع الزراعة بيهمه النواحي الهامة بالزراعة صحة النبات والإنتاجية بتاعته فالبروسيسنج اللي بيجي بعد الداتا ده برضو داتا هي نفس كده مور فاليبل ما انت في النهاية القمر الصناعي رسل لك البيانات يحتفظ بها عندك في الداتا سنتر بتاعك لكن البروسيس اللي بيحصل بعد ذاك ده هو اللي هو بيكلف جهدي وبيكلف وقت من الناس وده فعلا اللي هو انا بفتكر القيمة الكبرى بتاعته واللي هو ممكن يستفيده انه بقية الناس. انا ما ممكن ادي صورة بتاع القمر الصناعي مثلا لجهة بسيطة ما بقدر تفهم يعني صورة القمر الصناعي ما بتتفهم لجهة ما عندها اجهزة خاصة عشان تقدر تحليها بتكون في النهاية يعني جوطة ساعة يعني شوشرة لكن في النهاية بعد ما يحصل بري بروسيسين اول اللي هو يتعامل في داخل الانظمة يمكن شغل الناس الاتصالات وليدر بيجي بعد ذاك البروسيسين لتوضيح الصور والبروسيسنج بعد ذاك كله زي ما قلت في مجاله والكلاسيفيكيشن وال
الأرس ريكتيفيكيشن، يعني في مراحل بتجي بعد ذاك صراحة كثيرة جدا، والصور بتاعت القمر الصناعي مرات بتكون مالتي لايرز، يعني بتكون فيها لايرز كثير، عدد كبير من الألوان، كل طبقة بتختلف من الثانية في المواصفات بتاعتها، كل واحدة بتديني بيانات مختلفة عن البيانات الثانية. فدي هي البيانات اللي انت بتعملها عشان تبسطها في النهاية، لما اطلع انا خريطة اقوم اديها لليوزر العادي، يعني انا مثلا يوزر داير يعمل لي شارع بتاع زلط، ولا داير يعمل له قناة بتاع مياه، ما بيهمه، ما بيقدر يستفيد صراحة من البيانات الخام اللي هي بتجي من القمر الصناعي. فانت بتحتاج تعمل لها شنو؟ تعمل لها معالجة بحيث انه تستخلص، ايوه تستخلص الشيء اللي يبليه، يعني نفس الصورة ممكن اطلع حاجات تخص ناس الجيولوجيا فقط، او اطلع معلومات تخص فقط ناس الزراعة، او معلومات فقط تخص ناس الطرق. فده الدور الاكبر بتاع هيئة الاستشارة عن بعد، وانا بحييهم هنا وحيي دكتور بدر الدين. وزي ما ذكر في يعني تشابه كبير في النشاطات بين المعهدين اللي هو معهد ابحاث الفضاء والطيران وهيئة الاستشارة عن بعد، ولازم يكون في تكامل في الادوار، لانه نعم. باشمهندس حسن بابا برضه سأل يا بروف، قال هل عندكم يعني إسراء، هل عندكم علاقات مع هيئة الارصاد الجوي؟ والله بس كان يعني استدعيناهم، عملنا كان في الاسبوع الفضاء قدموا لنا سيمينار عنا الارصاد الجوي في السودان وتحليل المعلومات، لكن فعلا يعني يفترض اذا انت عندك معلومات، طبعا الاقمار الصناعيه ذاتها فيها الايرث اوبزرفيشن دي بتديك طبعا معلومات عن الارض اللي هي صور للارض، لكن طبعا في اقمار صناعيه بتاعت الميترولوجيكال ساتلايت دي بترسل صور، ودي الحمد لله لقدر كبير متاحه مجانا، يعني لانها ما فيها معلومات كذا كلاسيفايد عشان الناس يتكتموا عليها، وفي اغمار بتبثها يعني مجانا، فهم بيستفيدوا منها، لكن فعلا لازم يحصل زي ما قلت التعاون في ما بيننا وبينهم. انا هنا بس داير اوري يا اخواننا جزء من الداتا سيتس اللي بنستخدمها نحن في البحوث بتاعتنا بتاعت الداتا مايننج والريسيرش، ده من الروبوستريز المشهوره جدا بتاع ماشين ليرنينج بتاع يو سي اي ده، وبتلقى فيه الداتا سيتس دي موجوده، يعني لو داير تعمل اي بحث ولا كده بتجي رايح بتلقاها. احنا داير نكون عندنا المرحله دي اللي هو اتوقع واتطلع انه اللقاء الجاي مع مركز التوثيق والمعلومات في المركز القومي للبحوث يكون فيه التفاصيل دي كلها موجودة، لو ما موجودة الناس تزعى في انها تعملها بالطريقة المتقدمة والبسيطة دي، يعني accessible لكل الناس بكليك تو كليكس، ما في داعي اقعد الف ولا اركب مواصلات واجي وافتش وبعرف مؤتمر ما بعرف مؤتمر بيعرفني كده، يعني حاجة موجودة، لانه انت بعد شوية الناس بتعمل لك ريفرنس وبتعمل لك citation، وانت ذات قيمتك كمركز بحثي بتكون بترتفع يعني عالميا. تمام. طيب لو ما في اي سؤال تاني احنا نختم ونجيب هنا ده، وشكرا لكل الناس اللي كانوا حاضرين عبر مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك، كل الزملاء والزميلات في المركز القومي للبحوث والمراكز والمعاهد والهيئات التابعه له. شكرا جزيلا باشمهندس ياسر، يعني كان تقديم ممتاز وغطيت لنا حتات مهمه جدا جدا. وبرضو احنا اخواننا انا بتذكر اول تاني تيدكس خرطوم عملناه في 2012، كان في طلاب خريجين، وكان مشرف عليهم دكتوره تهاني عطيه اللي هي لاحقا بقت وزير الاتصالات، اشرفت عليهم في المشروع بتاع التخرج اللي هو كان كيوب سات، وبرضو ده جزء والتوك بتاعه موجود في اسمه شنو ده في اليوتيوب. فنشكر جزيلا باشمهندس ياسر، وإن شاء الله نشوفك في اللقاءات الجاية ونسمع أخبار ممتازة ومزيد من التعاون ما بين المركز وكل المجتمع السوداني ومجموعة الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير يا دكتور، وعبرك برضو حي الأخوة خلف الكواليس يعني على الدعم الفني، وإن شاء الله في لقاءات، وتوعيدنا بإذن الله حتكون في لقاءات مع مدراء المشاريع للتحدث عن طريقة أوضح وطريقة مور تكنيكال يعني إن شاء الله. ممتاز، وده غالبا حيكون عبر المنصة بتاع المركز القومي للبحوث، ونحن ذاتنا مطلعين لأنه نشوفها إنها تكون يعني vibrant وactive دائما. شكرا جزيلا لك يا حبيب، الله يديكم العافية.